خليني أخذ مزيد من التفاصيل ونتكلم مع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني النهاردة الحقيقة السيد الرئيس تحدث بحقائق وحكى الحكاية من جديد، رأيك إيه؟ وقول لنا يعني ماذا رأيت اليوم في كلمة السيد الرئيس؟ بطبيعة الحال طبعا يعني كل التحية والتقدير لكل الشهداء يعني ضحوا بحياتهم من اجل ان احنا فعلا نعيش في امن وامان. ومهم جدا ان احنا طول الوقت يعني الرئيس بيحرص ومصر كلها بتحرص على تحيه وتقدير هؤلاء الشهداء دائما، لانه بدون تذكر وتذكير الناس بدول وتحيتهم وتقديرهم والاشاده بيهم وتكرار بطولاتهم وتكريمها بيهم، أنا أظن إنهم بنكون بنرتكب خطأ كبير في حق أنفسنا وفي حق هؤلاء الشهداء وفي حق البلد بأكمله. فالرئيس النهارده لو لاحظنا على المسرح كان طول الوقت بيستمع لأهالي الشهداء، بيتبادل معاهم الحديث، بيصر ينزل يعني يمشي مع الناس لحد تحت، ويعني جزء كان شديد التأثير، وشفت ناس كثيرة جدا جنبي بتبكي بكاء حار تأثرا بهذه المشاهد لي أهالي الشهداء وكيف سقطوا دفاعا عن هذا الوطن. انا اظن انه طبعا في جزء متعلق ان احنا ضروره ان احنا الشهداء دول يستحقوا كل تكريم وتحيه، الاستمرار احتفال بيهم، لانه احنا بنزرع قيمه كبرى في الشباب الصغير طلبه الكليات الحربيه والعسكريه اللي هم لسه بيدرسوا، فكره زرع فكره التضحيه والولاء والانتماء، وان هم يشوفوا الابطال دول وازاي ضحوا من اجل هذا البلد، وحتى على فكره البناء العام للبلد. يعني اظن افضل انواع المساهمه في عمليه تنميه ان حد بيضحي باجل يعني حياته كلها. صحيح. فده جزء مهم فيما يتعلق بالشهداء. تمام. الجزء الثاني وهو الذي تفضل به السيد الرئيس من التحذير من اي محاولات للتخريب مذكرا بما حدث في 2011 لحد 2013، وانه الارهابيين ايه الجرائم اللي ارتكبها الارهابيين في حق هذا البلد، وانه على المصريين ان هم ياخدوا بالهم انه ولا يكرروا ده، لانه اللي حصل في سيناء الرئيس قال رقم في منتهى الاهميه النهارده 90 مليار جنيه. صحيح، رقم كبير جدا. كل شهر كل شهر كنا بنصرف حوالي مليار جنيه لمواجهه الارهاب، وبالتالي علينا ان نتخيل لو ان هذا الرقم لو لم يكن هناك ارهاب وتم توجيه هذا وكان هذا الرقم في التنميه، يعني حتى في تنميه سيناء يعني بالضبط. فدي نقطه. النقطه الثانيه هي طبعا العنوان الاساسي اللي كان موجود على الشاشه قدامنا واحنا حاضرين في المكان، عنوانه الثمن. صحيح. الثمن الذي دفعته مصر ودفعه شعب جزء كبير من شعب مصر والشهداء والمصابين واهاليهم في سبيل ان هذا البلد يستمر ثابت وبدون ما يحدث فيه ما حدث العدد كبير جدا من الدول الاخرى. النقطه الثانيه انا اظن انه جزء اساسي في الفكر بتاع النهارده ان هو ازاي ان احنا البناء يعني الناس ضحت بحياتها، طيب عشان احنا نعمل تنميه حقيقيه للبلد دي وعشان البلد دي يتقدم ويبقى فيه استقرار وفي تنميه وفي رخاء، وده الجهاد الاكبر اذا جاز لي ان اقول هذا التعبير، ان مطلوب من كل حد فينا ان هو يستلهم روح الشهداء بحيث ان هو كل واحد يجتهد في عمله، كل واحد يودي عمله على افضل وجه، وبالتالي يتقدم هذا البلد. جزء اخير وهو ما حكاه الرئيس عبد الفتاح السيسي عما حدث في سيناء وكيف ان الارهابيين يعني ما كانوش من يوم وليله كده ظهروا الارهابيين دول. صحيح. كان في بنيه تحتيه بتجهز ليهم على اعلى مستوى، فلوس وتمويلات وخطط وامدادات واسلحه، وقال الرئيس طبعا تتذكر انه 2004 و2006 العمليات الارهابيه التي وقعت في جنوب سيناء شرم الشيخ ونويبع. صحيح. وفي فندق طابا، ودي كانت البنيه التحتيه للاستعداد لما حدث بعد 2011، ودي نقطه في غايه الاهميه انه الارهابيين استكملوا عدد كبير من استعداداتهم، ووصل الامر انهم كانوا يتجولون في سيناء بالموتوسيكلات رافعين شعاراتهم.
قبل 2011، وده يورينا انه كان برضه للامانه كان يفترض انه البلد والاجهزه الامنيه تلتفت الى هذا الامر مبكرا، حتى ما كناش نقدر ما نوصلش لما وصلنا اليه. اكيد نحن البلد دي دفع ثمن كبير جدا لكي يستقر، وما كان يمكن لنا ان نفعل ذلك بدون تضحيه الشهداء. اكيد. الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق، اشكر حضرتك شكرا جزيلا.